بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليسا كهينا. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع خبز لي ساندويتشات، بان بور ساندويتش، خفيف، طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. الوغ هنا حنخدم بور 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينه، نسحق مغرفه كبيره تاع الملح، مغرفه باردون صغيره هكا تاع القهوه تاع الملح، تكون يعني معمره مليح، لانه الملح هو اساس المخبوزات. الا ما درتوش الملح ما راهش راح ينجح لكم. نسحق الحليب لاني راح نبل به لاباط تاعي. نسحق زوج مغارف كبار دو بون كويير ا سوب دو لوفور انستانتاني، زوج مغارف كبار تاع الخميره الفوريه، خميره الخبز. ونسحق ابوبخي 100 غرام دو بور ولا مارغرين، حوالي زوج مغارف كبار دو بون كويير ا سوب دو مارغرين ولا زبده كيما قلت لكم. الوغ نبدا هنا بسم الله، نحط الملح في الفرينه، ندخل مليح هذاك الملح في الفرينه باش من بعد ما يتلاقاليش مع الخميره. عندي هنا السكر اللي نسيت ما قلت لكمش عليه، عفوا. الوغ عندي هنا السكر حوالي 100 غرام، يعني يعادل 4 مغارف كبار تاع كات كويير ا سوب كبار تاع السكر، اللي هي 4 مغارف، اللي هي 100 غرام دو سكر. دونك هذه هي المقادير، نخلط كلش. نبدا هنا نلم العجينه تاعي بالحليب. بسم الله، نلم بشويه هكا. هنا نحب نعطيكم سر من اسرار نجاح الخبز تاعكم. لما تعجنوه كيما هكا، نرفد لاباط، نخبطها هكا باش نخرج كامل جو دي غاز، كامل الهواء اللي فيها هكا، يعني اخبطوها بلا فورس، راح ديجاجي كامل الغازات اللي فيها ويعني تنجح لكم. الوغ هاي لك العجينه تاعي بعد ما عجنتها مليح، شوفوا يعني تولي لنا رطبه. دركا نزيدو لها الكميه تاعنا تاع الزبده، هذه خطوه اساسيه. الزبده كما كنت فهمتكم من قبل بارمي لي سكري تاع يعني المخبوزات ولا لا فيينواز اون جينيرال، الزبده ولا لو غرا الماده الدهنيه عمرها ما تتلاقى مع الخميره. يعني حطوا الخميره وحدها من بعد دخلوا المادة الدهنية، يعني ما تغلطوش تحطوهم ومن طول. نكمل نزيد نعجن هاد العجينة حتى نحس انه كامل المادة الدهنية ولا لا ماتيغ غراس دخلت لي في هاد لاباط، وتولي اون بات بريونت لامعة. نعجنها شوية ونعاود لكم ان شاء الله. الوغ هاي لي العجينة تاعي بعد ما دخلت لها مليح هاديك لو غرام، شوفوا يعني هنا كي ندخلوا لها لو غرام ونعجنوها تولي تترتق، يعني دليل على انها راهي معجونه مليح. هكا دركا نحطها في دون ان ريسيبيون، نخليها نغطيها ونخليها تخمر. الوغ نجيبو هكا ان ريسيبيون، ندهنو بقطره تاع الزيت هكا، ونحط العجينه تاعي هاي لك، نحطها تخمر، نغطيها ونخليها تخمر حتى ان فا دوبلي دو فوليوم، يعني تلحق لي حتى لو نيفو هذا تاع لو ريسيبيون تاعي، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هاي ليك لاباط تاعي بعد ما خمرت تري بيان. الوغ دركا راح ننزل لاباط، الوغ ان بو دو فارين، الوغ فلوري فوتر بلون دو ترافاي، رشو لا فارين هنا شويه في يدكم، ونهبط لاباط بكل سهولة.
نفتح هكا لاباط يعني ليجيرمون هكذا، يعني جوي شاسي هذاك لاغ، نخرجو هذاك الهواء منها بهذه الطريقه. نجيبو لو مول تاعنا، نعملو لا كيك، نشوف لا لارجور تاعو. فوالا مليح، انا فرشت هنا تاع الخل، ندهنها. انا عندي هنا انجون دوك، درت له مغرفه تاع الخل هاوليك، الوغ درك راني حندخل نخليه يعاود يخمر، لو بان ساندويتش تاعنا يعاود يخمر، لازم يلحق لو نيفو تاع لو مول. انا هنا دائما نقول لكم خلوا لو باتي كويسون للفوق هكذا، يعني ديروا ان بلي هكا خلوه باش كي يخمر لنا لو بان تاعنا ما يروحلناش ما يفيدش. فوالا دونك كيما قلت لكم نخليه يخمر، كي يلحق لو بان تاعي لو بان ساندويتش لو نيفو تاع لو مول ندخلوه للفوق، نطيبو على درجة حرارة 180 درجة سوغ ان فو يعني تخي دو حتى يحمر، ولازم كي ندخلو ان كوتو ولا ان بيك لازم يخرج لنا ناشف. نخليه يخمر، نديرلو رشة تاع الجنجلان ولا لي غران دو سيزام على سبيل التزيين. فوالا خليه يخمر ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ هاوليك لو بان ساندويتش تاعي بعد ما خمر كيما راكم تشوفوا، انا حبيت نصوره لكم قبل ما ندخلوه للفوق. الوغ نتوما الا قدرتو قبل ما تدخلوه للفوق هكذا، يعني اون توش تري تري ليجير تاع لو جون دو هذاك، نزيد ندهنو بوغ دوني يعني اون بيل كولور مي ليجيرمون، il faut pas appuyer sur le pinceau باش ما نهبطولوش تخمر. الفرن تاعي راهو سخون، ندخلو يطيب من بعد نتلاقاو ان شاء الله. هاوليك الخبز تاعنا اللي هو بان ساندويتش، خبز الساندويتش جاهز حاضر معنا. نصيحة أولى نعطيها لكم في هذا الخبز أنكم ما تقطعوش، يعني خلوه يبرد لساعات بوندون ديزور باش تقدروا تقطعوه باش يعني ما يتفتتش معكم. هاوليك كيفاش يجي، هاوليك نقدمه لكم تشوفوه. هلا خفيف جدا طري، هاوليك يعني روعة. اللي يحب ياكلو كيما هكا يعني بوغ ساندويتش راه جاهز، وإلا كيما أنا نحب نخليه نقطعو هكا، نشعل الفرن، نشعل شوية من الفوق ونحمرو. جو في الفير غريي نحمرو حتى يولي يعني يقرمش معنا، يولي بيسكوت، نحصلو على دي بيسكوت نشربو بيهم الحليب كيما تحبوا. تحبوا تخلوا هكا يعني بان ساندويتش، ولا تخدموه دي بيسكوت كيما قلت لكم، حمروه في شويه تاع الفرن حتحصلوا على بيسكوت من اروع ما يكون، تتفاداو كامل البيسكوت اللي يتباعوا برا. نتمنى ان شاء الله انه تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم اللي كانت خبز الساندويتش بكل تفاصيله. ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم كيما العاده نقول لكم نديروا جيم على لا فيديو. نقولكم ابونيفو سوغ لاشين ميليسا كاينة. الى الملتقى وسلام.